بينما لا تزال العمالة تتعرض للتهميش في بعض الدول، فإن دولة الإمارات ومنذ أن فتحت أبوابها أمام العمالة الوافدة من جنسية مختلفة أولت هذه الفئة عناية خاصة ومنحتها حقوقها كاملة، وعلى رأسها المحافظة على سلامتهم. وكانت السباقة في توقيع اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، والتي تقر فيها وتلتزم بالحرص على حقوق هذه الفئة وتدريبها وتأهيلها، لأن معظم هؤلاء العمال من ذوي اللياقات الزرقاء التي لا تمتلك أي مهارات أو خبرات. واستثنى القرار بعض الأعمال التي ينجم عن توقفها أو تأخيرها خسائر أو أضرار. ودأبت الجهات المعنية على التأكيد بأن هذا القرار لم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة حرص الدولة على سلامة وأمن العمال وتوفير بيئة عمل آمنة بعيداً عن التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس، حيث يلزم القرار أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لراحة عمالهم خلال فترة الاستراحة، كما ويساهم في درء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لأمراض تسببها أشعة الشمس الملتهبة، وإلزام أرباب المنشآت بتنفيذ القرار رغم تخوفهم الطبيعي على مصالحهم المادية خشية تكبد الخسائر الناجمة عن التأخر في تسليم مشاريعهم. ولم تكتفي الدولة بالتركيز على حماية الصحة الجسدية للعاملين على أهميتها، وإنما سعت كذلك إلى حمايتهم من الممارسات المجحفة والمعاملة السيئة كالامتناع عن دفع رواتبهم أو حجز وثائقهم الثبوتية وجوازاتهم أو الاتجار فيهم أو منعهم من نقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.